واحد صاحي من النوم بالعافية عشان يصحى يصور في الشمس، وشعري بايظ وكل حاجة مبهدلة، بس مش مشكلة. الفيديو النهاردة هيكون عن روتين كامل للبشرة الدهنية من خطوات معينة هنمشي عليها هتساعدنا في ان احنا نقلل افراز الدهون، وبالتالي تقلل من الحبوب انها تحصل، او لو في حبوب انها تتعالج. لو انتوا مهتمين بالفيديو اتفرجوا للاخر، وفي الفيديو ده هقول لكم عن منتجات سعرها من رخيص لمتوسط لغالي، وانتوا براحتكم تختاروا الفئة السعرية اللي انتوا عجباكم وتشتروا المنتجات اللي عجباكم، وهقول لكم تجربة سريعة كده للمنتجات اللي انا جربتها. وعايزة اقول لكم كمان اني عملت فيديو قبل كده عن اسباب ظهور الحبوب، وايه العادات الغلط اللي احنا ممكن نكون بنعملها وهي السبب في ان الحبوب تبقى موجودة او ان شكلها يكون اسوأ. هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس، فلو انتم مهتمين شوفوا الفيديو ده وشوفوا الفيديو التاني ده كمان وتابعوا معايا للآخر. من اول الخطوات اللي احنا لازم نعملها في اي روتين عامة، سواء للبشرة الدهنية او اي نوع بشرة، ان احنا نستخدم غسول ننظف بيه وشنا الاول. والحاجات اللي هتكلم عليها النهاردة هتبقى مناسبة عادي للبشرة الدهنية وللبشرة المختلطة. في حاجة عايزة اقولها، انا بحب دايما في الغسول ان انا استخدم نوعين غسول، واحد للبشرة الدهنية عادي بيكون بينظف البشرة وينظم افراز الزيوت، وواحد تاني يكون مخصص للبشرة الجافة. اللي انا بستخدمه للبشرة الجافة ده بستخدمه في اوقات معينة، بستخدمه لو في يوم انا بشرتي مراهقة جامد، فاقدة الترطيب تماما، وشي مش مظبوط كده البالانس بتاعه، وبستخدمه برضو لو انا اليوم ده هعمل فيه مثلا ماسك طين وهيكون هينشف البشرة جامد جدا، فساعتها مش بحب ان انا استخدم غسول بينشف وكمان استخدم ماسك ينشف الوش. لان في حاجة لازم تعرفوها دايما، وانتوا بتنقوا الغسول لازم يفضل ان هو يكون غسول مش بينظف البشرة جامد او مش بيسيب احساس النشفان اللي على الوش، لان ده غلط وهيخلي البشرة تفرز زيوت اكتر، فمن هنا هيسبب حبوب اكتر. وحاجة عايزة اقولها، انواع الغسولات اللي هقولكم عليها بالذات في الفئة السعرية الرخيصة يمكن هي بتنشف البشرة شوية، فهنحتاج كريم مرطب كويس، وهقولكم على انواع كريم مرطبات كويسة. لو انتوا عايزين يعني حاجة تكون احسن شوية هتضطروا تعلوا بالفئة السعرية. عشان تكونوا فاهمين، الحاجات اللي هقولها لكم سعرها رخيص دي من 50 جنيه لتحت، والحاجات اللي سعرها متوسط هتبقى من 95 لمية، 100 وشوية، والحاجات الغالية هتكون من 200 جنيه لفوق. هقول لكم بقى اول حاجه ايه هي انواع الغسولات الرخيصه الكويسه اللي في السوق واللي انا جربتها. من انواع الغسول المرطب وسعره رخيص هو الغسول بتاع ايفون اللي بالعسل وباللبن. في كمان الايفا اللي هو لونه موف ده، الاثنين دول كويسين. وفي كمان هيمالايا اللي بالصبار، الثلاثه دول كويسين جدا جدا. بغسل بيهم دايما وشي مثلا اول ما بصحى من النوم، مش ببقى عايزه انشف وشي من الزيوت قوي ولا انضفه جامد، وكمان لو انا هستخدمه في وقت بشرتي فيه مرهقه شويه، وكمان لو انا عايزه اعمل ماسك لوشي. من انواع الغسول اللي سعرها رخيص للبشره الدهنيه في اللي هو الجارنيه اللي لونه اصفر ده، في كمان غسولات كلين اند كلير، وبرده في الغسول بتاع ايفا اللي هو لونه اخضر للبشرة الدهنية تقريبا هو بالخيار، والغسول برضو بتاع ايفا اللي هو لونه ازرق ده لجميع انواع البشرة، حلوين جدا. هو بس بينشفوا البشرة شوية لكن كويسين بالنسبة لسعرهم، وزي ما قلنا النشفان ده ممكن نعوضه بالترطيب. لكن هقولكم على انواع غسول تانية لو تعرفوا تجيبوهم يبقى طبعا افضل. ومن انواع الغسول اللي هي سعرها متوسط شوية، يعني مثلا من 95 جنيه، 100 وشوية، في اللي هو لوريال ده بكل انواعه بصراحة حلو جدا. جربت اللي بالطين، وجربت اللي هو الطين اللي هو لونه اسود ده، كمان الاخضر حلوين جدا. في كمان نيتروجينا اللي هو الاورنج ده، ده كويس لكن منصحش بيه قوي، هو 95 جنيه، ف بينشف البشرة شوية، فبداله ممكن تشتروا حاجات أرخص.
في كمان اللي هو اسمه جونسون فريش هايدريشن، هبقى اسيب لكم صور الحاجات اللي انا مش بمسكها في الفيديو. ومن كمان الحاجات اللي سعرها متوسط وكويسة شوية بس بتنشف البشرة، ايفا اللي هو بالكولاجين. الحاجات بقى اللي سعرها غالي شوية من 200 جنيه لفوق، بس بصراحة كلهم حلوين كلهم، وانا مجربهم كلهم وعجبوني جدا. هقول لكم في اللي هو الايفروشي اللي هو السيبو فيجيتال، ده لونه اخضر كده، هو العلبه دي كبيره كان ب 200 وحاجه، وده من احلى 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 الغسولات اللي انا جربتها. مش بتنشف البشره خالص، في نفس الوقت بتنظم افراز الزيوت، فيمكن ده اكتر غسول هنصحكم بيه من كل الغسولات اللي انا هقول لكم عليها. واللي بعده على طول اللي هو الغسول بتاع ذا بودي شوب التي 3، ده كان حلو جدا ومن الغسولات اللي ساعدتني قوي ان انا انضف بشرتي من الحبوب، بالذات في الفتره بتاعه المراهقه اللي كان بشرتي كلها حبوب. لكن للامانه مش الغسول لوحده اللي ساعدني في ده، كانت المجموعه كلها بالكريم المرطب بالزيت بتاعه، وهوريكم شكل الحاجات دي كلها. هو غالي شويه لكن حلو جدا. في كمان الغسول بتاع فيتشي، وفي الغسول بتاع افن، وفي الغسول بتاع لاروش بوزي، وفي كمان في الغسول كمان بتاع بايوديرما. ومن الحاجات الغالية اللي انا قلتها دي يمكن اكتر حاجة بنصح بيها هو بتاع التي تري، انا دايما لما بخلصه بجيبه. وكمان اللي هو بتاع سيبو فيجيتال بتاع ايفروشي، الاتنين تحفة جدا. وبعد كده ممكن لاروش بوزي وممكن فيتشي، بس هما حلوين لكن انا بالنسبة لي زبادي شوب وإيفروشي أحلى بكتير. وبس كده، ده بالنسبة لخطوة الغسول. تيجي بعد كده هي التونر لو أنا مش هستخدم سكراب. هتكلم عن التونر الأول. بالمناسبة التونر يمكن مش من الخطوات المهمة قوي بالنسبة لي، كنت عاملة فيديو كمان بتكلم فيه عن الحاجات بتاعة السكين كير اللي انتي مش محتاجاها وممكن تستغني عنها، هبقى اسيب لكم برضو الفيديو في الديسكريبشن بوكس. لكن عشان نبقى فاهمين، وظيفة التونر هي ان هي تضيق المسام شوية. مع العلم ان مفيش حاجه بتقفل المسام، هي بس بتضايق المسام، ولو في بواقي من الغسول هو بيشيلها. بس انا شايفه ان لو انا في بواقي اصلا من الغسول يبقى انا التونر بتاعي مش حلو. لكن التونر المتعارف عليه يعني وسعره رخيص جدا ميه الورد، في منه نوعين انا بحبهم، في اللي هو العراب وفي نفرتاري، دول سعرهم دي كانت ب 12 ودي كانت ب 20. من التونرات اللي سعرها متوسط فيه اللي هو اللوشن بتاع ايفروشي اللي هو من بيور سيستم، ده كان عبارة عن لوشن كده بيتحط، هو لوشن تونر يعني بيتحط بيقفل المسام شوية، كان فعلا في فرق شوية على المسام، ممكن من ساعة لساعتين بعد كده نفوره بيروح، يعني بينظم افراز الدهون مختلفناش، لكن تظل مية الورد ارخص وعادي يعني بديل. في كمان من سيبو فيجيتال، ده برضو كان نفس اللاين بتاع الغسول، حلو جدا بينشف البشرة شوية لكن كويس. وشايفة بصراحة ان انتوا لسه تقدروا تستغنوا عنهم بمية الورد. دلوقتي هوريكم الفئة السعرية العالية شوية، في اللي هو التي تري من ذا بودي شوب. التونر ده حلو جدا، هو لازم بس يترج لان هو بيسيب رواسب كده تحت لازم نرجه عشان يتخيط. ده كان من احسن التونرات اللي انا جربتها. فلو انتوا عايزين تشتروا تونر للحبوب فعلا خليكم في التي تري بتاع ذا بودي شوب. هو كمان خلوا بالكم لان اللاين كله شكله واحد، يا دوب الكلمه بس هي اللي بتختلف، فخلوا بالكم وانتوا بتشتروا عشان ما تتلخبطوش. خطوه السكراب من اهم الخطوات وارخص الخطوات، لان في منها انواع كتير بديله لحاجات غاليه. السكراب اصلا وظيفته ان هو بيشيل الجلد الميت، لان الجلد الميت لو مش شلناهوش بيتراكم على البشره، ومن هنا المسام هتتسد فهتطلع حبوب. وخطوه السكراب بتتعمل مره او مرتين في الاسبوع. السكراب بيجي بعد خطوه الغسول، يعني لو انا هعمل سكراب اليوم ده هعمل بالغسول بعدين السكراب بعد كده خطوه التونر. السكرابات اللي سعرها رخيص في اللي هو سكراب ستاركي، ده للوش وللجسم، هو ده بالمشمش، هو ناشف شويه يعني ممكن البشرة الحساسة ما يعجبهاش، بس هو فيه منه مش فاكرة بالشوكولاتة تقريبا وبالفحم وحاجات كتير كده، وجربوه كان ب 10 جنيه. في كمان ايفون كلير سكين، ده كان رخيص قوي، مش فاكرة كان 45 حاجة كده، فبالنسبة يعني ان هو من ايفون يعتبر سعره كويس. وهو المفروض ان هو غسول
وسكراب في نفس الوقت، بس انا شايفة ان هو ينفع سكراب بس لانه هيبقى كتير قوي لو استخدمناه كغسول، هو تأشيره ضعيف شوية يعني، ينفع ممكن استخدمه 3 مرات مثلا، هو ممكن على فكرة ان هو يستخدم يوميا بس انا مش بفضل ده. وفي كمان السكراب بتاع ايفا اللي هو بالخوخ، ده حلو قوي قوي قوي، وسعره برضه رخيص، كان حاجة و20 جنيه تقريبا. من السكرابات اللي سعرها متوسط شوية في السكراب بتاع هيمالايا اللي بالخوخ، وده بديل لسانت ايفز، هبقى اوريكم شكله. وفي كمان سكرابات كلين اند كلير، بس دي اقل حاجة يعني بحبها يعني. فانا شايفة ان انتوا لو هتشتروا سكراب خليكم في اللي هي الفئة السعرية الرخيصة احسن. من السكرابات اللي تعتبر غالية شوية هي بمية وحاجة، في اللي هو الايبروشيه بتاع بيور سيستم، ده حلو قوي، تأشيره متوسط. وفي بقى سانت ايفز، وده يعتبر احسن واكتر مقشر تحفة ممكن تستخدموه، ده تقيل شوية اللي هو بالخوخ، لكن في انواع تانية للبشرة الحساسة وللبشرة الدهنية والبشرة المختلطة وهكذا بحاجات تانية غير الخوخ، لكن انا بصراحة بحب ده اكتر. فانا رأيي لو انتوا عايزين سكراب بصراحة يعني، ومش عايزين تشتروا يعني حاجة غالية، خليكم في السكرابات اللي بالفئة السعرية الرخيصة. من الخطوات اللي هتتعمل مثلا مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر خطوة الماسك، وترتيب الماسك بيجي على حسب هل الماسك ده فيه حبيبات أو حبيبات تعمل سكراب للبشرة ولا لأ. فلو هو فيه حبيبات هيبقى كالآتي، هنعمل بالغسول بعدين بالماسك عادي ونفركه على بشرتنا عشان يقشر، بعد كده التونر. لكن لو الماسك اللي هستخدمه مفهوش حبيبات يبقى هستخدم الغسول بعد كده السكراب بعد كده الماسك. معيش بصراحة ماسك سعره رخيص يكون حلو، لكن السكرابات المتوسطة في السكرابات بتاعت هيمالايا، ومن الحاجات الغالية اللي تعتبر حلوة جدا الماسك بتاع امتنان دوت اللي هو بتاع طمي البحر الميت، ده حلو جدا، ينفع للجسم كمان وينفع للوش، حلو قوي، وده فيه حبيبات على فكرة. والماسكات بتاعت ذا بودي شوب انا كنت جربت اللي هو البينك ده، وجربت كمان اللي هو التركواز، مش فاكره هو ماسك تيني كده، الاتنين تحفه بصراحه، بس سعرهم غالي، لكن بصراحه من احلى الماسكات اللي جربتها للحبوب. فلو انتوا عايزين تجربوها انصحكم بيه جدا، ولكن البديل يعني بتاع ذا بودي شوب هيبقى بتاع امتنان. من الماسكات كمان اللي ممكن يبقى سعرها متوسط لغالي على حسب، هو ساعات بيبقى ب 200 وحاجه، الماسكات بتاعت لوريال اللي هي الماسك اللي لونه اسود ده، انا جربت الاخضر كمان، بس بالنسبه للحبوب انا شايفه ان الاسود احلى لان الاخضر بينظم افراز الزيوت، لكن بالنسبه لي الاسود كان احلى بكتير. الخطوه اللي هتيجي بعد كده وهي خطوه الترطيب، وخطوه الترطيب دي مهمه جدا للبشره الدهنيه او المختلطه، لان في ناس معتقده ان البشره الدهنيه بالذات ما ينفعش ان انا ارطبها لان هي بتفرز زيوت لوحدها، ولكن ده غلط، البشرة بتفرز زيوت اكتر من اللازم لو هي مش مترطبة، كنوع من الدفاع عن نفسها كده، لان هي مش مترطبة فبتفرز زيوت اكتر من اللازم، فده بيسبب ان المسام تتسد وبيحصل حبوب. ومن المرطبات الحلوة جدا اللي ممكن نستخدمها المرطبات الجل او الكريمات الخفيفة، وشايفة ان الفئة السعرية الرخيصة من احسن كريمات الترطيب كريم نيفيا، بس خلي بالكم انه يكون البامبا بلاش الازرق، لان الازرق ده للبشرة الجافة هيطلع لكم حبوب. وكمان جونسون اللي هو النهاري والليلي، ده انا بحبه جدا بصراحة، الليلي بالذات انا مجربتش النهاري وما اهتمتش قوي اجربه، لكن الليلي انا جربت منه يجي 3 علب يعني، دي التالتة وقربت تخلص كمان. وفي كمان من اللي هي الكريمات المرطبة الرخيصة اللي هو الايفا اللي لونه اخضر، ده للبشرة الدهنية تقريبا بالترمس مش فاكرة، ده حلو جدا وهيعجبكم قوي. الكريمات المرطبة اللي هي الجل شوية وسعرها متوسط، في عندي اللي هو الايفروشي سيبو فيجيتال اللي هو اللوشن، ده اللوشن وده الجل كريم، الاتنين تحفة قوي بصراحة، بس انا اللي بفضله اكتر اللي هو الجل كريم، ده حلو جدا جدا جدا، حلو للحبوب وبينظم افراز الزيوت. وفي كمان النيتروجينا هايدرو بوست، ده حلو قوي، خلوا بالكم لان منه الجل ومنه الكريم، انا عن نفسي بحب الجل في الصيف والكريم بستخدمه في الشتاء لانه ترطيبه اعلى سنه. وفي كمان اللي هو السيمبل ووتر بوست، بس ده مش عارفه موجود في مصر ولا لا، برضو حلو جدا، والمرطبات دي يعتبر سعرهم متوسط. المرطبات اللي فئة سعرتها غالي شويه في اللي هو التي تري اللوشن، ده حلو جدا، انا ده
ما اقدرش استغنى عنه بصراحة، لان ده من الحاجات اللي ساعدتني فعلا ان انا اخلص من الحبوب. وكل مجموعة شجرة الشاي بتاعت ذا بودي شوب بصراحة تحفة جدا، هي غالية شوية لكن حلوة. وفي كمان الاف كلار اتش بتاع لا روش بوزيه، وفي الاف كلار مات. الاف كلار اتش ده للبشرة المختلطة، انا بحبه اكتر من الاف كلار مات، لان بحس ده بيدي كده برضو ترطيب معقول للبشرة بالذات قبل المكياج. وفي كمان بالكلينيك ده حلو قوي قوي قوي، هو سعره غالي قوي بس لكن حلو يعني، فهيعجبكم، مش بيخلي البشرة تزيت والبشرة بتمتصه بسرعة. من الحاجات الموضعية اللي ممكن تتحط على الحباية نفسها، ما بحطهاش على الوش كله، في اللي هو زيت شجرة الشاي بتاع ذا بودي شوب، وانا كنت عاملة فيديو اقول لكم كل استخداماته سواء للبشرة او الشعر او للجسم، شوف الفيديو ده هيعجبكم، هسيب لكم اللينك بتاعه برضو في الديسكريبشن بوكس. وفي الاكني بيوتيك، في الاكني زنك، دول من الصيدلية. الحاجات دي يعني بتتحط مثلا لمدة يومين بس، مرة واحدة كفاية، لان هما بينشفوا مكان الحباية، فلو نشفت اكتر من اللازم هتخلي الحباية شكلها اسوأ. ونراعي دايما ان احنا نحط الكريم المرطب بعد كده بنحط الحاجة الموضوعية اللي هحطها على الحباية. الخطوة الأخيرة، ودي لما ببقى نازلة في الشارع، بنحط الصن بلوك. الصن بلوك مفيد جدا، مش بس قوقاية من الحبوب ومعالجتها، لا كمان للتجاعيد واللي هي اللي هو عارفين اللي هي البقع اللي بتتعمل بسبب الشمس ومن النمش ومن حاجات كتير جدا. فمن الخطوات اللي ما ينفعش أبدا إن انتوا تفوتوها هي الصن بلوك، وأنا عاملة فيديو مخصوص للصن بلوك عن حاجات رخيصة وسعرها كويس، هسيب لكم برضو اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس. شكرا ان انتوا شفتوا الفيديو للاخر، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لو الفيديو عجبكم، وبس كده اشوفكم في فيديو جاي.